42 عندكم كوميونيكيشن اللي هي على اكسبريسين انترست اند سربرايز، كيفاش نعبروا على المفاجأة ملي تنكونوا متفاجئين بشي حاجة اللي ما كناش نتوقعوها، وكيفاش نهضروا على نعبروا على ان واحد الفكرة مثلا معينة هي مهمة بالنسبة لنا حنايا. اذا حنا اولا غنقراو هذا التكست هذا اللي عاطينا. نجات a young Moroccan businessman who lives and works in Tangiers، يعني انها نجات هي واحد مرأة اعمال تتعيش في طنجة. is getting a phone call، عيط لها شي حد، from her friend Angela، عيطت لها Angela. is the manager، هاد Angela is the manager، مديرة of an important British firm based in Liverpool، ديال واحد الشركة كبيرة كاينة في ليفربول. they have been friends، هما صديقتان، since they met in London، ملي كانوا في لندن school of economics، قراو الايكونومي الاقتصاد في لندن. where both of them، بجوجهم، both هي بجوج، معا of them studied business and finance، قراو تمايا البيزنس يعني الاعمال. اذا ها هي ملي عيطت لها نجات قالت لها هاي ويت از ذيس انجيلا، انجيلا هذه، قالت لها هاي نجات، يس اتس مي، قالت لها واو. هاد واو هذه راها واحد الاكسبريسيون، واحد الاكسبريسيون اللي حنا تنستعملوها ملي تتكون شي حاجه حنا ما متوقعينهاش. هي ما متوقعاش انها تعيط لها انجيلا. واو ار يو هير ان تانجير، قالت لها واش انت في طنجه، قالت لها اور بلين هاز جاست لاندد، ام ان ذا ايربورت، اذا راني في المطار. ويل فور جودنس سيك، فور جودنس سيك، نفس الشيء حتى هي ديال لا سوربريز، وات ا سوربرايز، وات ا سوربرايز، بات Why didn't you call me before؟ علاش ما عيطتيش ليا من قبل؟ قالت لها I didn't want to، I just wanted to take you by surprise، بغيت نديرها لك مفاجأة. In fact قالت لها it is a wonderful surprise. حتى هي هذه طريقة حتى هي باش نعبروا على أننا حنايا متفاجئين. Okay Angela I'm off to the airport، أنا جاية عندك. Wait for me، I'll be there in no time. Oh I don't think we'll have time to see each other، قالت لها ما نظنش واش غنتشوفوا. we are only here for a short stopover، قالت لها غير الطائره وقفات هنايا، يعني غالبا تيكونوا غادي يوقفوا تيعطيوك الطائره واحده اخرى. our plane will take off in less than an hour، قالت لها اقل من ساعه وغنمشيو. i just want to say hello، dear me، حتى هي نفس الشيء ديال لا سوربريز او سوربرايز. aren't you on a holiday، قالت لها واش انت راه ما عندكش عطله. I thought you are here to stay for some days. قالت لها not this time. I'm on my way to Sierra Leone. كغا ديال سيرا ليون. دولة إفريقية صغيرة. Our company has just opened a new branch there. يعني الشركة ديالها حلوا واحد الفرع تمايا. And they need my help. I promise. تنوعدك to come and see you very soon. قريبا غنجي عندك. I'll spend the whole week in your beautiful city. غندوز معاك سيمانة كاملة. Okay, have a safe trip, Angela, but don't forget to call me before you come. شوفوا إذا حنايا هنايا حنا نديرو حنايا هاد ملي قلنا what is interest أولا. إذا شنو هو interest؟ الاهتمام هو ملي تتكون نتايا واحد الفكرة مثلا نتايا تتبان لك بانها مهمه وتتبغي تبين للشخص الاخر بان فعلا هذه الفكره اللي قلتي لي راها زوينه مثلا. واش فاهم؟ يمكن لك تقول لي اتس ا جود ايديا، هذه راه فكره جيده. ات از ا جود ا جريت ايديا، ولا ذات از ريلي انترستين، هذا الشيء اللي قلتي لي هام جدا. وات ا جريت ايديا، ام ريلي انترستد ان ذات، انا مهتم بهذا الشيء. واو ذات ساوندز اميزين، هذا الشيء جيد. ذات از ريلي وندرفول، what a wonderful idea، الى اخره. مثلا قال لك شي واحد هاي بوب وي ار جوين تو جو تو ذا بيتش نيكست ساندي، غنمشيو للبحر. وود يو لايك تو جوين اس، واش تبغي تجي معنا؟ قال لهم واو ذاتس ا جريت ايديا، قال لهم هذه فكره زوينه نمشي معاكم. I mean told his friend I won the lottery، شي واحد ربح في اللوطو، قال ليه his friends، قال ليه ذاتس wonderful. واش فاهم؟ ثم في لا سوربريز تيكون يمكن يكون عندنا حنايا سام اكسبريشنز وي كان يوز ذيم، بحال او ماي جاد، هذه هي اللي تستعمل بزاف. ماي جودنس، وات ا سربرايز، واو ذات سربرايزين، وات ا وندرفول سربرايز، ريلي ام سو سربرايز، اي ريلي ديدنت اكسبكت ذات، ديدنت اكسبكت، ما كنتش ننتظر هذا الشيء. فاهم؟ اذا حنا هنايا هما عاطينا بعض لي سيتوياسيون، صافي الوضعيات، وحنا غنعطيو حنايا لا سربريز ديالنا ولا الانتريست. مثلا يور لوكال فوتبول تيم هاز وان ا فيري ديفيكولت ماتش، يعني مثلا الفريق ديالكم ربح واحد الماتش اللي هو صعيب،
كتقول له that's good news ولا it's wonderful إلى آخره. The best player of your school basketball team has been injured. شي واحد كان لاعب كبير ديالكم نتوما ولكن تهرس مثلا ولا هذاك لا. نقولوا no that sounds very bad. You have won the lottery jackpot. ربحتي في اللوطو ولا هذا. تقول ما what a wonderful surprise مثلا. You meet a friend you have not seen. تلاقيتي شي حد مده هذه ما شفتيهش. يمكن لك تقول ليه مثلا dear me. It has been long time without meeting. Dear me, هذا راه ديال لا سوربريز. The exam is much more difficult than you have expected. كنتي معول على شي exam امتحان يكون ساهل ولكن صدق في الاخر صعيب. غتقول مثلا it is very frustrating. I didn't expect the exam to be that difficult. ما كنتش تنتظر ان هذا الاكزام يكون صعيب حتى لهذه الدرجه هذه.